السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي متابعي قناة ليت جيمز وكل الاشياء اللي رجعناكم فيديو جديد بلعبة وور ثاندر بالقناة يا حبايب قلبي. اليوم الفيديو مخصص عن المدرعات، او خلينا نقول المدفع المدرع ديكر ماكس الالماني، وهو اخر مدفع مدرع برانك 2 يا اصدقائي، وراح نجربه بهذا المقطع. قبل ندخل لتجربتي يا شباب، طبعا هذا المدفع المدرع من المدافع المدرعة الثقيلة واللي تستهدف الدروع بضربة واحدة قاتلة يا شباب باللعبة. هذا المدفع استخدمته ألمانيا بالحرب العالمية من 1939 إلى نهاية الحرب اللي خسرتها ألمانيا. على العموم يا شباب، هذا هو مختصر المدفع، راح نجربه بجيم بلاي الآن. لكن قبل ما نجربه بجيم بلاي يا شباب، اللايك والمشاركة جدا مهمة للمقطع، وأمر مهم جدا آخر أنه قناة التويتش راح تشوفوها بالتعليق مثبت بثوثنا بشكل شبه يومي عن وور ثاندر لعشاق هاي السلسلة، واللي يتابعون هاي السلسلة بالقناة يحبون يشاهدون بث مباشر، متعة جلد نلعب مع المتابعين، فيتابعونا على تويتش يوميا الساعة 11 بتوقيت العراق والسعودية البث مالتني أصدقائي. الآن خلينا ندخل الجيم بلاي. بالتكتيكات باللعبة مفروض هذا المدرع او هذا المدفع المدرع ما تنزل بيه من البداية، تنزل بدبابة او مدرعة صغيرة، لكن على مود المقطع الفيديو فلازم اختبرها من البداية ويكون مخصص لهذا المدفع يا شباب. اوكي نشوف نقطة اي، وصلوا القوات مالتنا والتيم مالتنا لها. اشتبكوا، بدأوا يشتبكون. حلو، فجروا مدرعة. جيد، خلوا على يساراني. نقطة اي اكيد، انا شفتوا هسه حاليا بدأوا يحتاجوها. نقطة اي اكيد، دام الاشتباك يكون داخل البيوت فهذا يكون غلط بهذا المدفع. لازم اخذ مكان كفر واشتبك بشكل صح. التيم مالتنا يعني ما شاء الله خوش مشتغل العدو. اها، النيران تشتعل في كل مكان. تبينان اكو ورد جبل. اوكي قريب عندي، اسمع اشوفه. خلاص ضربة قاتلة، انتهى عمره. احتل احتل صديق احتل. انا راح اخذ لك زاوية حلوة هنا. أنا خلينا ننتظرهم يجون. اوكي يساري، ها اوكي يسارنا، اشوفها بالخريطة. اكيد راح يجون نقطة بي علينا. اوب فجروا، ذاك واحد اشوفه. اوكي
وينه؟ الله. لا 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 اصبر اصبر اصبر. خلاص ضربة قاتلة هاي ثانية. ووو. والله ضربة الأولى كانت عشوائية صح. أكيد شافني وطي عازر هذا. ظهر دبابة. لا اطلع يفجروني فشنو هاي مكان حلو اللي يحب يجي من جماعتي هذا بي الله 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 اكو راي انمي حلو تفجر ماكو شي هدول اذا سبق العاصفة هاي الناس هيك تلعب اللعبة صراحة كمبر هك هذا كمبرة لا ضربته ضربة بس ما لحقت اطلقت الاطلاقة بس لم تزبط معي قصف كل مكان يا الله الجليتش هذا مريض ممكن يبشون ذني دبابات وترى عن دبابة ذني طلعنا واحدة اوبن نصيدها الدبابات موجودة بالداخل. طيارة حلو اقصف. واحد قريب من هنا. الزرع قطع عليا خلاص راح ما شفت الزرع قطع عليا بالبداية حلو احتل احتل اخذ الدرع ماتنا متوقف هذا السيكويل بيتوقع جاي حاولون ياخذوا نقطة اي جماعتنا انا اخاف بس من طيارات هي فكرة المدفعية هاي يا اخوان انه تاخذ لك مكان كفر تشترك بيه تصيد الاهداف يميننا شوية هاي الجهة لازم ما تحرك حتى ما تجينا الطيارات تقصفنا الله يستر بس يلا اطلع
لا 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 يا إلهي. أوكي أصدقائي، شفت المدفع الثقيل للديكار ماكس، قوي جدا، يصيد الأهداف بشكل ممتاز، الضربات مالته 90% منها تكون قاتلة إلى 99%، إذا جبت الإيم مالتك عدل. يعني شو آخر شي حاولت بالجيم الثاني، الجولة الثانية حاولت قدم كان أنه أصير كفر، بس تأخرت وماكو أي عدو، فاضطريت أبش مبشر، فجرت الدبابة وبالأخير طلعني كي في سلم علي، لأن الريلود بطيء وصعب كان ممكن أنه أواجهه. يا أصدقائي، أراكم تعليقاتكم على المدفع الديكر ماكس يا شباب. أنا بالنسبة أعتبره أفضل شيء حد الآن جربته كمدافع باللعبة، بسبب الضربات والمدفعية مالت الطاقات والعيارات مالت القاتلة اللي تضرب الأهداف المعادية. لا تنسوا لايك المشاركة والاشتراك. شكرا قادم في ماذا.